ورقة النبات العجيبة، حكاية من التراث الكونغولي. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك قرية أفريقية تقع على ضفاف نهر يصب في غابات أفريقيا السوداء. ها هو اليوم الذي طالما انتظره سكان القرية بفارغ الصبر، اليوم سيولد وريث زعيم القبيلة. ارقصوا ارقصوا وادعوا الله أن يرزقنا بوريث قوي للعرش. لقد ولد الرضيع، ارقصوا. يا للفرحة. ولدان؟ بالفعل هناك وريثان، ولكن واحدا فقط يستطيع أن يرث زعيم القبيلة. نعم، واحد فقط هو الوريث. كان الأخوان التوأمان كارندارو وكيندا يحصلان على رعاية جيدة ومتساوية، ولكن بالرغم من ذلك فقد كانا مختلفين. ومرت سنين وأصبح كارندارو قوي البنية شديد العزم، أما أخوه كيندا فقد كان ضعيفا في بنيته وسرعان ما يمرض. كان الأمر محيرا لسكان القرية، وكان الجميع يتساءل منهم سيكون الوريث. قانون الغاب يقول احترم القوي وانسى الضعيف، وهكذا حصل كارندارو على رعاية خاصة من والده. أما كيندا فقد أهمل وقلت حصته من الطعام. وأخذ سكان القرية يهزؤون من كيندا. لماذا يلام المسكين كيندا؟ لم تكن رغبته في أن يكون التوأم الثاني. المهم أن سكان القرية رفضوا أن يكون وريثا لأبيه وأساءوا معاملته. ترى ماذا يوجد خلف هذا النهر؟ أما يكن فالعيش هناك أفضل من هنا. هذا ما قرره كيندا. في تلك الليلة تسلل كيندا من القرية متجها صوب الغابة، تاركا القرية وزعامتها إلى أخيه كارندارو. لقد كانت رحلة إلى العالم المجهول حيث لم يقدم عليها أحد من قبل. لقد جمع كيندا قوته وشجاعته وواصل رحلته إلى العالم المجهول، وأخيرا وصل كيندا إلى مكان ضاق معه عرض النهر. وفجأة ظهرت أمامه شجرة عملاقة. عندما حاول كيندا أن يسحب ورقة الشجرة لكي يمر، حدث ما لم يكن في الحسبان. أرجوك انتظر، أرجوك أن تسحبني برفق. من أنت؟ أنا ورقة الشجرة التي تحاول أنت أن تسحبها. أرجوك اسحبني برفق وإلا تمزقت. وسحب كيندا الرقيق القلب الورقة برفق وحنان. ترى ماذا حدث بعد ذلك؟ كنت أنتظر مجيئك يا سيدي. نعم. ماذا؟ تنتظرني؟ نعم، نحن سكان الغابة حولنا العراف جميعا إلى أوراق شجر. أنقذنا من هذا الوضع، أرجوك يا سيدي، أرجوك أنقذنا. وهكذا نفذ كيندا ما طلب منه وأنقذ جميع الأوراق. وأخيرا لم تبقى سوى ورقة شجرة واحدة فقط، كانت الورقة عريضة بشكل ملحوظ.
الورقة الأخيرة كانت في الواقع أميرة القوم. شكرا لك على إنقاذي. اليوم يمكنك أن تتزوجني وتصبح حاكما لمدينتنا. حاكما؟ ولكني ضعيف الجسم ولا أستطيع. هذا صحيح، أنت ضعيف الجسم لمنصب الحاكم، ولكني سوف أتزوجك. ولمست الأميرة صدر كيندا وإذا به يتحول إلى رجل قوي البنية. وهكذا تزوج كيندا الأميرة الجميلة وأصبح حاكما معترفا به على سكان الغابة. ووعدت الأميرة بأنها سوف تحب كيندا وتخلص له دوما. أرجوك لا تخبر أحدا بموضوع أوراق الأشجار. بالطبع أنا أعدك لن أخبر أحدا أبدا. وعاش كيندا سعيدا مع الأميرة. على كيندا أن يكون حذرا وإلا خسر حب وحياة الأميرة التي أحبها من كل قلبه. ومرت بعد ذلك سنوات عديدة. بالرغم من حب الأميرة لكيندا وبالرغم من حب سكان الغابة لكيندا، إلا أنه كان يشعر بأن هناك شيئا ما ينقصه. الشيء الذي ينقص كيندا هو حب الأبوين وحنان الأخ الذي لم يعهده من قبل. ترى ما الذي سيفعلان أمي وأبي إذا شاهداني وقد أصبحت قوي الجسم وحاكما للغابة؟ بالتأكيد سوف لن يعاملاني معاملة سيئة كما كان يفعلان من قبل. هكذا كان يفكر كيندا. وفي إحدى الليالي غادر كيندا القصر متجها إلى قريته حاملا خزينة القلعة. وعاد كيندا مسرعا، ولكن لم يكن بانتظاره سوى قبرين لأمه وأبيه. أبي، أمي، أبي، لقد تحملت كثيرا. لا تعذب نفسك يا كيندا، لقد مات أبي وكذلك أمي، إنهما يريانك الآن من الجنة ويفرحان بك. أهلا أهلا بك كرندارو. لقد حركت كلمات كرندارو قلب كيندا، لقد كانت كلمات طيبة من أخيه الحقيقي. لقد كان استقبال كرندارو لأخيه كيندا مبنيا على رغبته بمعرفة سر نجاح أخيه. والآن يا أخي اشرب الحليب وكل ما تشاء، أنا سعيد جدا بعودتك وسعيد أكثر برؤيتك. أخبرني كيف حصلت على هذه النقود. هيا. إنه لماذا لا تخبرني بقصتك يا عزيزي؟ ها؟ كلا، إنه سر يا أخي، لا تبوح بالسر أبدا أبدا. فهمت، إذا لم ترغب بالبوح بقصتك فلا داعي لذلك. عموما هذا الحفل أقيم من أجلك وأنا سعيد بعودتك. لم يكن كيندا يعرف أهداف أخيه. والآن أخبرني كيف أصبت كل هذا النجاح يا أخي. ها؟ لا تبوح بالسر أبدا أبدا. من أين حصلت على كل هذه النقود؟ لا تبوح بالسر أبدا. لقد ولدنا سوية من أم واحدة، أنت أخي ولا فرق بيننا. كيف لا تخبر أخاك بذلك؟ فعلا إنه أمر مخجل. نعم مخجل جدا. ولكن يا أخي هذا سر لا تبوح به. لقد تسللت من القرية ليلا وسلكت طريق النهر. كان هناك كهف، وخارج الكهف كانت هناك شجرة ضخمة، وعندما سحبت أوراق الشجرة تحولت إلى أناس. وآخر ورقة كانت أميرة تزوجتها وعشت بعد ذلك في سعادة. ولكن ماذا ماذا فعلت؟ لقد بحت بالسر. يا إلهي. وعاد كيندا وبسرعة إلى القلعة. يا إلهي
لقد فقد كيندا كل شيء، واختفت الأميرة الجميلة، واختفى معها كل شيء. الشيء الوحيد الذي بقي هو أحراش وأوراق كانت تتطاير في الهواء.